وفاة امرأة في المغرب إثر سقوطها في بئر، وباب المساءلة بات مشروعاً أمام المواطنين. مضى بعض الوقت على وفاة الطفل المغربي ريان نتيجة سقوطه في بئر، لكن الحدث يبدو لمشاعرنا وكأنه البارحة، فمن منا لم ينتظر إنقاذه بفارغ الصبر رغم علمه بتضاؤل نسبة نجاته؟ اليوم تتكرر الفاجعة، ولكن الضحية هذه المرة هي امرأة سقطت في بئر بقرية الرملية شمال المغرب أثناء جلبها الماء من مكان قريب لسكنها. هذا ما صرح به أحد أقاربها لموقع سكاي نيوز عربية، إذ أكد أنها ذهبت ولم تعد، مما دفع بأفراد عائلتها للبحث عنها ليعثروا عليها في برميل ماء بمحاذاة البئر. وعلى الفور اتصلت أسرة الضحية بالسلطات المحلية التي طلبت من الجهات الأمنية وعناصر الإنقاذ التوجه نحو المكان لانتشالها، وهو ما حدث باستعمال معدات حديثة. أكدت مواقع إخبارية عدة أن انتشال المرأة لم يكن سهلاً، بل استغرق ساعات طويلة، إذ اضطروا لإفراغ البئر البالغ عمقه 6 أمتار من المياه باستعمال مضخات. وبعد استخراجها نقلت إلى مستودع الأموات بهدف إخضاعها للتشريح ومعرفة الأسباب التفصيلية للوفاة، وذلك للتأكد من أن الأمر ليس بفعل فاعل. توالي هذه الحوادث تشرع تساؤلات المواطن المغربي، إلى أين وصلت مراسلة وزير الداخلية بعد وفاة الطفل ريان لعدد من المسؤولين، حيث طلب اتخاذ التدابير اللازمة بتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية؟